أهلا بيكم مشاهدي الصحة والجمال وإن شاء الله يومكم جميل هكون معاكم النهاردة سلفانا الحارس وهستمر معاكم مدة نص ساعة كل يوم أربع من الساعة 12 ونص للساعة واحدة الظهر هبتدي معاكم النهاردة الحلقة الأولى من مفاتيح الحياة فكرة برنامجنا باختصار إن الكل قفل مفتاح زي ما لكل مشكلة حل حل بيبقى موجود قدامنا ومنطقي لكن ما بنشوفوش علشان بنفضل باصين على الجزء الفاضي من الكوبايه وما بنشوفش الجزء المليان ونشوف ايه هي الارزاق والخير والنعم اللي فيه فاحنا بالطريقه دي ما بنستمتعش بحياتنا عشان نستمتع بحياتنا محتاجين ان احنا نشوف النور زي ما بنشوف الضلمه. محتاجين ان احنا نتعلم من اخطائنا ومن الجانب السلبي في حياتنا ونستمتع بالجانب الايجابي وهو ده سر مفاتيح الحياه بما اننا النهارده بنتكلم في اول حلقه لينا في مفاتيح الحياه عن سر الاستمتاع بالحياه ومفاتيح الاستمتاع بالحياه فاساس الاستمتاع بالحياه هو الشغف الشغف هو موضوع حلقتنا النهارده. علشان الشغف هو سر السعاده هو سر استمتاعنا بالحياه هو سر استمتاعنا باللي احنا بنقوله لما جم يعرفوا الشغف قالوا إنه هو قوه شعور بالقوه وبالطاقه الايجابيه اللي بتخلينا اه نعمل كل حاجه بنحبها اي حلم لو كان مستحيل لما يبقى عندنا شغف ليه بيدينا الطاقه ان احنا نعمله بيدينا الطاقه ان احنا نخلي الخيال بتاعنا واقع فشغفنا بنفعله لما بنحب يعني يجي لنا فكره او اي خيال او اي حاجه بنفعله بان احنا نعمله في الواقع ان احنا يبقى عندنا الطاقه ان احنا نعمله وعلى فكره مش شرط ان احنا افكارنا تبقى كبيره ان احنا تبقى مثلا عندي فكره في الذره مثلا ده احنا لو حتى جات لنا شغف وحب. للطبخ كل سلسله مطاعم العالميه كان بدايتها شغف شغف شخص بالطبخ في المجال ده فاحنا من ابسط حاجه ممكن نعمل نجاح كبير بس نبقى بنحبها ولما جم سالوا كل رجال الاعمال اللي هم محققين ثروات كتيره جدا هم اغنياء العالم قالوا لهم هو انتوا كان هدفكم الثروه دي قالوا لهم لا احنا كان هدفنا ان احنا نعمل حاجة بنحبها ونستمر بيها ففعلا الواحد الضغط اللي ممكن يتعرض له في عشر دقايق في حاجة ما بيحبهاش ما بيتعرض لهاش في عشر ساعات في حاجة بيحبها وهو ده كل العلماء اللي غيروا العالم وقدموا حاجات جميلة وغيروا لنا فيها العالم وتقدم وتطور كانت عشان بيعملوا بشغف وبحب من أول عندنا يعني كان المصباح الكهربي توماس توماس اديسون توماس اديسون هزم الف محاوله من الفشل بشغفه علشان هو حب اللي هو بيعمله وصل للنجاح واخترع المصباح الكهربي اللي غير حياتنا كلها لغايه دلوقتي وصلنا في احدث حاجه واحدث حاجه ظهرت لنا في العلم الحديث. اللي هو ايلون ماسك ايلون ماسك ظهر علينا من حوالي من شهرين باختراع جديد وهو شريحه ايلون ماسك الفي 2 اللي نيرو لينك عملت ضجه كبيره جدا وعملت انقلاب وكانت من الحاجات المفاجات اللي حصلت لنا في 2020 واحنا طبعا 2020 كانت مفاجاتها كتير جدا. انا حابه النهارده اتكلم عن ايلون ماسك كمثال للشغف الايجابي والشغف السلبي وفي نفس الوقت يعني هو جمع بين الاتنين شغفه ووصله لابعد من خياله لكن خلينا دلوقتي نطلع فاصل ونرجع لكم تاني مشاهدينا ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين موضوع حلقتنا النهاردة عن الشغف وزي ما في شغف إيجابي في شغف سلبي زي ما في شغف بيطور العالم في شغف ممكن يطور ممكن يدمر العالم عشان كده لازم يبقى في حدود للشغف لازم شغفنا يبقى ليه حدود ولازم نحط له نية الخير ويبقى نافع علشان الشخص لما شغفه بيسيطر عليه وبيبقى عايز يوصل بس لشغفه بغض النظر عن النتائج ده بيدمر زي اللي اخترع القنبره الذريه ده ركز على شغفه بس ما ركزش على النتائج وزي ما قلت قبل الفاصل ان احنا النهارده هنتكلم عن ايلون ماسك وشريحته كمثال للشغف الايجابي والشغف السلبي مين ايلون ماسك المثير للجدل ايلون ماسك هو الرجل الحديدي الحقيقي اللي اخذوا منه استوحوا منه قصه فيلم ايرون مان ايلون ماسك هو كان طفل مختلف اتعرض للتنمر وعانى منه وكان عنده شغف في القرايه وكان عنده شغف في كل جديد لدرجه انه اخترع برنامج وهو عنده 12 سنه درس دراسات كتير جدا وكان رايح يعمل دكتوراه لكن خده الشغف في الانترنت والبراء والبرمجه ساب كل حاجه وراح ورا شغفه وعمل ثروه كبيره. دي لمحه بسيطه عن حياته بعد ما ابتدى عمل ثروه كبيره ابتدى يحطها في كل مره في شغف مشروع شغف كبير جديد حط شغفه في الفضاء وعمل سبيس اكس ونافس فيها ناسا وحط شغفه كمان ان هو كان عايز يعمل يواجه التلوث فابتدى يعمل عربيات تسلا اللي هي بالطاقه الشمسيه واستعمل كمان الالواح الشمسيه عشان يقضي على التلوث حتى حب يواجه الزحمه. كان شغفه مالوش حدود يعني كل ما فكره تجيله حتى لو مستحيله بيحولها بشغفه وطاقته بحبه الحاجه اللي هو بيعملها الحقيقه حتى ان هو عمل تحت الارض الهايبر لوك ده عباره عن كبسوله اسرع من الطياره علشان يواجه التلوث والزحمه وحتى كان ليه شغف ان هو يروح المريخ ان هو يجعل المريخ ماهول يغزو المريخ. بس ده كان لسه حلم بعيد وشغال عليه المهم ان انا عايز اقول ان كل اللي احنا قلناه ده هو ده شغف ايجابي شغفه ساعده ان هو يفيد العالم كله لكن ايلون ماسك دخل في الشغف السلبي لما ابتدى يبقى عنده شغف كبير قوي في موضوع دمج البشر مع الاله دمج الانسان مع الاله مع الذكاء الاصطناعي. هو صرح فيه اصلا من حوالي شهرين عمل ضجه كبيره جدا وصرح بالشريحه الشريحه الالكترونيه اللي قلنا عليها شريحه ايلون ماسك شريحه ايلون ماسك دي ليها ايجابيات وسلبيات وهي عباره عن شريحه صغيره بتتركب في القشره الخارجيه السطحيه بتاعت الدماغ بتاخد عباره عن ساعه بتتركب فيها روبوت هو اللي بيركبها عشان طبعا دقيقه جدا ما بتبانش اصلا جربوها على الفيران والقرود والخنازير ونجحت وخد كمان موافقه ان هو يجربها على الانسان يا ترى الشريحه دي مميزاتها ايه يعني ايه اللي هي هتقدمه للبشريه الشريحه دي هتقدم قدرات خارقه لقدرات البشر زي ايه ان هو هيبقى في علاج لكل حاجه اللي هو زي علاج الشلل وامراض الاعصاب والمخ وال... والقلب والعمود الفقري كمان هتصحح البصر هتصحح السمع هتصحح الزهايمر هتتحكم في الذاكره هتتحكم في احلامنا هتسجل احلامنا هتخزن ذكرياتنا واللي اكتر من كده كمان ان هي هتتحكم في الالم انه ما في الم وفي الحزن لو عندنا حزن ممكن ان هي تنسينا اللي سبب لنا الحزن كمان من المميزات بتاعتها ان هي هتراقب الجسم للمستخدمين بتوعها وقبل ما يحصل كارثه او قبل ما يحصل مرض او حاجه قويه زي مثلا ازمه قلبيه هتحذر يعني بجد قدرات خارقه بس في سؤال هنا هي القدرات الخارقه دي اللي هتعملها لنا المميزات دي احنا كانسان هنستفيد منها هتبقى مفيده لينا ولا هتقضي على انسانيتنا يعني الحزن. والألم والمرض لو احنا ما حسيناش بيه هنحس ب... بل... بالعكس بتاعه الايجابيات ازاي اللي احنا هنبقى عايشين فيها يعني احنا لولا وجود عكس المعنى لما كان للمعنى معنى وعشان كده ربنا خلقنا كده لو ربنا كان شايف ان احنا نعيش من غير ألم وحزن ومرض وبالصفات والمميزات دي ما كان ربنا خلقنا كده من الاول ف. وجهة نظر بس طبعا في الآخر كل إنسان ليه حق ان هو يتفكر ويتدبر ويقرر هل المميزات دي مناسبة ليه ولا لا وكمان لما جم سألوا بقى ماسك قالوا طب هو إيه يعني إيه الدمج الآلة بالبشر قال لهم إن الآلة تبقى امتداد للبشر قالوا له بمعنى إيه برضو يعني محتاجين نفهم أكتر قال لهم إن إحنا الآلة تبقى امتداد للبشر زي إحنا دلوقتي مجرد ان احنا ماسكين موبايل او بنستعمل كمبيوتر احنا هي الاله امتداد لينا ان هي بتساعدنا ننجز حاجات ما نقدرش ننجزها بسرعه بتساعدنا نعمل عمليات حسابيه سريعه بس هو فرق الوقت يعني احنا لما نبقى مركبين الشريحه مش هنحتاج ان احنا لسه نقعد ندور ونعمل مجرد الفكره هتجيلنا هنلاقي الرد على طول فقال انه الفرق بين اللي هيبقى مركب الشريحه واللي مش مركبها زي البني ادم اللي ماسك موبايل او اللي مش ماسك موبايل مفيش فرق لكن ازاي مفيش فرق؟ يعني احنا صحيح كلنا ادمنا التكنولوجي الجديده ادمنا النت ادمنا الفيسبوك كل السوشيال ميديا ادمنا لدرجه ان انا بقيت احس ان النت ده هو مستعمر في بيتي اللي هو احنا مستعمرين فكريا بنتوجه و ب... بكل الاتجاهات ونتبرمج لكن برضو لسه عندنا مقاومة لسه عندنا ان احنا كل ما وعينا يزيد نقاوم الافكار دي ونختار اللي يناسبها ونسيب اللي ما يناسبناش لسه عندنا قدرة الاختيار لكن احنا ما يبقى فيه في عقلنا شريحة فيها قدرة ان احنا نتبرمج عقلنا يتبرمج البرمجة العقلية اعتقد ان احنا كده مش هيبقى في مقاومة مش هيبقى في اصلا اختيار هنبقى مسيرين وبرضو كل انسان حر ان هو يصير ولا يخير وكمان لما قالوا له الهم هو انت ايه سر شغفك ان يعني انت عايز تدمج الانسان بالاله تدمج العقل البشري بالذكاء الاصطناعي قال لهم علشان التقدم الكبير اللي وصل له الذكاء الاصطناعي ده هيخلي البني ادم الاختيار الافضل ليه ان هو يتحد ويندمج معاها افضل من ان هو مش هيقدر يواجهها مش هيقدر يسيطر عليها ف فسبحان الله ازاي مش هيقدر يسيطر عليها وهو اللي صانعها يعني احنا يعني بيقولوا ايه ودنك منين يا جحا ان احنا عشان نعدل المعادله نروح نخلي البني ادم هو اللي يبقى تحت سيطرتها طيب ازاي طب ما البني ادم انا اللي مخترعها انا اقدر اعدلها انا اقدر اوازن الموضوع انا اقدر ان انا اخضعها لسيطرتي واحجم صلاحياتها. مش اقعد انقل لها وعي كامل لبني ادم واقعد اطورها واقعد اخليها ملهاش حدود وهي دي النقطه بتاعه الشغف السلبي ان ايلون ماسك بس للذكاء الاصطناعي وبقى عايز يطوره لاقصى درجه ممكنه بدون النظر لسلبياته إنه هو ممكن يدمر العالم ممكن يدمر الانسان ممكن يفقدنا هويتنا يعني يفقد البني ادم هويته كانسان قادر يختار فطبعا كل برضو انسان ليه حريه اختياره دلوقتي كمان في سلبيه كبيره جدا ان الشريحه دي ممكن تخترق احنا اكبر الانظمه بتخترق في البنوك وبتخترق في الاجهزه الامنيه ايه اللي يضمن لي ان انا ما تش... يعني الشريحه دي ما تخترقش ان هي ممكن تخترق واتبرمج وتصدر لي مشاعر وكمان ممكن يحصل اغتيالات. ممكن يحصل قتل من خلال اختراق الشريحة وكمان نقطة تانية من السلبيات الريموت هيبقى في ايد مين مين اللي هيتحكم في الشريحة دي مين اللي زي ما بنشوف في الافلام ان الشركة اللي بتصنع الحاجات دي والشرايح دي هم اللي بيتحكموا في البني ادمين بيتحكموا بمشاعرهم بافكارهم بخيالهم بكل حاجة ازاي ازاي احنا يعني احنا علشان نحكم الحتة دي لازم يبقى فيه صرامه في الموضوع لازم يبقى في حمايه قويه جدا احنا ما نضمنهاش مش مش عارفين لو مشينا فيها هنروح لفين مش عارفين ممكن نوصل لفين وحياتنا تبقى حياه احنا ما نعرفهاش ونجهلها ففعلا الجانب الاخر من موضوع الشريحه وايجابياتها هو استعباد للبشر واستغلال لسذاجتهم وانبهارهم بكل جديد وهو على فكره مش سيطره آله على انسان لا هي سيطره انسان على انسان من خلال اختراع آله بشغف علشان يسيطر بيها على الاخرين فطبعا الشغف لما بيزيد ويوصل لغرور الشغف ونوصل انانيه العلم وانانيه النجاح ده بيحول الشغف من ايجابي لسلبي وممكن يدمر فعلا. هنكمل موضوع حلقتنا النهارده بس هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني ورجعنا لكم تاني ولسه بنتكلم عن الشغف وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن الشغف السلبي اللي وصل ان الذكاء الاصطناعي يبقوا عايزينه هو اللي يتحكم في الانسان مع ان الذكاء الاصطناعي مصدره هو وعي الانسان لكن مصدر وعي الانسان هو نفخه من روح الله نفخه ربانيه نفخه خلته مميز ما ينفعش الذكاء الاصطناعي لو مهما وصل ان هو. يقدر يكرر ويحس ويشعر ما ينفعش ان هو يقدر يصدر قرارات او يتحكم بانسان الانسان هو الكائن الوحيد اللي عنده قوه القرار والاراده الحره وعلشان نفعل ارادتنا الحره محتاجين ان احنا نتفكر ونبحث في العالم الخارجي العالم الخارجي اللي بيصدر لنا كل جديد كل جديد بيجي لنا محتاجين ان احنا نفكر فيه ونتفكر فيه ونبقى عندنا وعي في جزئية معينة إن إحنا نشوف السلبيات اللي ورا الإيجابيات محتاجين إن إحنا نعرف إيه هي سلبيات الشيء ما ناخدش الصورة الحلوة اللي بتتصدر لنا عمر حد ما هيعمل أي اختراع أو أي منتج أو أي حاجة وهيقعد يروج لسلبياتها بيبهرونا بالإيجابيات فإحنا محتاجين يكون عندنا وعي ونشوف السلبيات اللي وراها آه احنا محتاجين كمان يبقى عندنا وعي بعالمنا الداخلي ان احنا ندور على شغفنا ان احنا نعرف حقيقتنا ونتصل بذاتنا ان احنا لما بنوصل لشغفنا كل فكره مستحيله ممكن تبقى ممكنه كل فكره صعبه بتاخد من طاقه الشغف والحب ونقدر نحققها لما بنوصل لشغفنا كل فكره في الحياه مهما كانت مستحيله ممكن نحققها. شغفنا مهم جدا ومهم كل انسان فينا انه يوصل للشغف بتاعه علشان يحقق نجاحه وعلشان يحقق الابداعات اللي احنا بنشوفها في الحياه اللي مصدرها انسان حب حاجه وعملها وكمان احنا عايزه اقول نقطه صغيره في الموضوع ده ان دور الاعلام والفن كبير جدا في حته ان احنا. ما ننبهرش باللي بيظهر لينا، الاعلام عليه دور كبير ان هو يوجه المجتمع ان هو دايما يلقي الضوء على كل جديد، يلقي الضوء على كل ايجابيه وكل سلبيه حلقتنا خلصت النهارده ويا رب تكون عجبتكم ومعادي معاكم الاسبوع الجاي ان شاء الله قبل نص ساعه من دلوقتي سلام.